لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك أنت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس طوبك من الحنان يشفيني. أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم إشفيني، مكملين معاكم في آخر حلقة في السحر والشعوذة والشفاء الإلهي. يسمى السحر والشعوذة بيستخدموه باسمه شفاء الطاقة، إن هم بيجيبوا الطاقة الكونية وبيطلبوا من طاقات حوالينا إن هي تشفي الجسد، أما الشفاء الإلهي هو نتيجة عمل المسيح الكامل على عود الصليب، عمل الكفارة، وده اللي إحنا النهاردة بنوضحه وبنوضح الفرق وبنفهم الفرق. أهلا بيك يا مينا. أهلا يا بون، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، متابعين معاكم سلسلة هي إن الشفاء في شفاء مزيف وهو من إبليس وأعوانه وملائكته، ولكن في شفاء إلهي أيضا هو اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. ومكملين معاكم في الحلقتين اللي فاتوا ان احنا كنا بنتكلم ازاي ان في العالم الغربي وفي العالم كله دلوقتي ناس كتيرة جدا بتلجأ الى أسحار، بتلجأ الى أعمال من إبليس، والأعمال دي بتديها طاقة وبتديها ان هو الإنسان يحس بانتعاش، ولكن سرعان ما يرجع الإنسان ده الى حالته الأولى ويرجع إلى أسوأ. يعني الإنجيل يقول لنا أن الروح لما يخرج ويجي ويلاقي المكان نظيف ومكنوس ومزين وفاضي يرجع بسبعة أرواح أشر، ويكون حال الإنسان ده أشر من بدايته. فالنهاردة إن إحنا ككنيسة لله الحي ناس ممتلئين بالروح القدس، يجب أن يكون إن إحنا دعوتنا إن ما يكونش بينا إنسان عليه أرواح نجسة، ما يكونش بيننا ناس مؤمنين وبيفكروا بيخافوا. في ناس بترتعب إن حد ممكن يعمل لها عمل، في ناس بترتعب إن ممكن فعلتها في سحر أو شعوذة أو دجالين أو عرافين أو، وبتؤمن بحاجات كتير جدا زي ما هنشوف النهاردة إن إحنا اتكلمنا إزاي إن في العلاج بالطاقة، والناس بتفهم إن الطاقة دي هي في توازن جوايا، والمفهوم ممكن يكون يعني مشابه جدا لمملكة الله. وقلنا ان مملكة ابليس دايما بتوريك المزيف، تديك المرادف المزيف، وشوفنا برضو الطاقة الكونية الحيوية، وقلنا ان ده الناس بتاخد من طاقة من اله الكون ولكن لا يعترفوا ان ده اله الكون، الرب الروح، الروح القدس الذي يعطي هذه الطاقة لكل انسان. الله تنسم روحه في ادم فصار نفسا حية. والنهاردة هنتكلم عن الطب الشرقي. أمين أمين. فالطب الشرقي احنا قلنا الاسبوع اللي فات ان يعني العلاج بالطاقه، ان الناس دول اولا دي مراكز مفتوحه حول العالم كله، واي حد بيروح لهم هم مش بيقولوا ان هم يتبعوا دين معين، ولكن احنا عارفين ان العلاج بالطاقه اساسه الديانه البوذيه اللي اسسها اوسي. أيوة. في سنه 1922. فالنهارده كمالتا لكده هنتكلم ان ايه هي يعني الطب الشرقي القديم. الناس اللي اشتهروا بيه قوي هم المصريين والهنديين والصينيين، الثلاث حضارات دول اشتهروا بيه جدا، والإيمان بتاعهم ان الإنسان هو كله خلايا حية، وان الإنسان جواه لو حصل توازن ما بين روحه وجسده ونفسه ده بيسبب شفاء، ولما اي انسان بيمرض ده معنى كده ان في خلل حصل ما بين التوازن. أيوة. فالانسان هو كله على بعضه خلية، ولازم الخلية دي تبقى يحصل لها توازن علشان المرض اللي عندي دوت
يتشفي. فيبقى في ناس كتير جدا ناس يعني بتروح تاخد طاقة حيوية فعالة عشان ضد الطاقة السلبية، ويقعدوا مثلا يعملوا مديتيشن، يعملوا تأمل، يقعدوا 10 دقايق ربع ساعة، ويدفعوا فلوس كتير جدا، ولكن هم بيحسوا بإيه؟ إن هو بيحس أنا كده اتصالحت مع نفسي، أنا كده بقيت في توازن، فأنا الحيوية اللي عندي، الطاقة اللي جوايا توازنت مع إله الكون، الطاقة الكونية، وده عمل لي توازن جوايا في روحي وعقلي أو ذهني أو نفسي وجسدي أيضا. ويبتدي الإنسان يتبع الخرافات دي وإنه يؤمن بيها، وعكس ده يبقى خايف جدا إن هو يكسر أي سحر أو عرافة أو أي عمل أو ينقض عمل إبليس على حياته. والنهاردة إحنا بندي فرصة إن إحنا ما هنصلي مع بعض في آخر الحلقة، إن إحنا مش عايزين إن يكون فينا واحد متربط بأربطة إبليس، إن إبليس عدو لينا كأسد، هو ليس أسد، ولكن بيهيئ نفسه لينا إن هو قوي جدا، ولكن عارفين إن قوته اتسلبت منه في الصليب، لأن يسوع أشهرهم جهارا إن هو جرد الرياسات، إن هو أشهر بهم، يعني إن هو الملك اللي في قبضته الحياة، ملك السلام الذي يعطيك النهاردة سلام وحياة. فما يكونش انت فيك الخوف، إبليس دايما يجي بشك وخوف، ودي أسلحة الظلمة. وإبليس يا مينة لازم ينطرد برا، ودي بنشوفها كتير فعلا. كتير ناس بيجوا للمسيح بيقولوا أنا سلمت حياتي للمسيح وحسب الكتاب إن أنا أصبحت خليقة جديدة ومؤمن. وده حقيقي وده صح، لكن بيشعر إني أنا لسه فيا كتاب، أنا لسه فيا ضيق. طيب ليه كده؟ لأني أنا كنت قبل ما أجي للمسيح أنا كنت اديت إبليس مكان. أيوة. فأنا زي ما بكامل إرادتي سلمت حياتي للمسيح، فأنا بكامل إرادتي أطرد إبليس من حياتي. أمين. بكامل إرادتي. فأنا بعد ما أجي للمسيح في خطوة تانية لازم أخدها، أني أنا أقول له إبليس أنا بطردك وبطرد نواميسك، وأنا بطرد وأكون أنا شايف إيه يعني. لو أنا قبل كده كان ليا في عمل السحر فأنا أقول أنا بكحد العمل دوت في اسم الرب يسوع فعلا. وقت ما أنا أقول كده الضيقة أو الحزن أو الاكتئاب اللي عليا ينكسر. لو أنا ما قلتش كده هحس ان انا متضايقه، وبعد كده هقول طب موضوع المسيحيه دي انا جربته وما اشتغلش، طب اعمل ايه؟ اشوف مراكز الطاقه. أيوة. اللي بتديني سلام علشان اديني رحت الكنيسه وعملت اللي انتوا بتقولوا عليه وسلمت حياتي للمسيح، وانا لسه فيا روح انتحار، وانا لسه فيا روح اكتئاب، وانا ما عنديش طاقه وحاسس ان انا تعبان. في ناس اتكلمنا معاهم بيقولوا ان احنا مش قادرين نقوم من السرير. أيوة. بيجي علينا الصبح تعبانين جدا، طب اعمل ايه؟ انا محتاج طاقه، فاروح لمراكز الطاقه ويتصلى عليا بوضع اليد يمينه. أيوة. بيعملوا نفس اللي الكتاب اللي المسيح قايله لنا اللي هو مسلمه لنا، وبيسموا نفسهم وسطاء للطاقه. يعني انت بتقعد بيتصلى عليك، وان هم لما بيحطوا ايدهم عليك طاقه بتيجي من جسدهم لجسدي، وديت خطوره جامده، لاني انا في تعليمهم الانسان كله على بعضيه طاقه فعلا. وفي ناس يعني الموضوع ده شائك جدا، لان في ناس بتقول لك ان لما يكون واحد مسلم حياته للمسيح وممتلئ بالروح القدس او بيروح الكنيسه او بيتناول او بيعترف او بيصوم او عايش حياه مسيحيه معينه حسب كل طائفه مسيحيه، فازاي ان ابليس يكون ساكن جواه؟ ازاي يبقى في ان يكون عليه ارواح نجسه؟ ازاي يبقى عليه ارواح انتحار؟ ازاي يبقى عليه روح كآبه؟ لان احنا عارفين ان روح المسيح هو روح الفرح، روح القيامه، روح النصره، روح ان انا بيكون العالم كله متلخبط حواليا، ولكن انا عندي رجاء لا يخزي ابدا، لا يخزي الرجاء اللي فيا. ليه؟ لان محبه الله انسكبت فيا بالروح القدس. أمين. ولكن ناس كتير جدا يعني بيروحوا الكنيسه، بيروحوا الاجتماعات، ولكن يعني يمكن احنا شفنا لما رحنا مهرجان العقل والجسد والنفس ان احنا شفنا ناس كتير يقولك انا بروح الكنيسه، او انا كنت بروح، او انا كنت بعرف ربنا. ايه رايك في الموضوع ده؟ ان ازاي انسان مؤمن هو ما بيبقاش، احنا بنتفق ان هو ما بيبقاش ملك لابليس،
ولكن هو يتضايق من إبليس وأعوان إبليس. فعلا، لأن إحنا مينا بنقول إن الأرواح الشيطانية بتتعامل مع الإنسان بدرجات معينة. أيوة. الدرجة الأولى بيجي من برة، الضغط بيجي من برة، بكون أنا لسه ما فتحتش لإبليس باب، فبيبتدي يخوفني أو بيديني أفكار تخوف، بس أنا لسه ما فتحتلوش باب، فالضغط بيجي من برة. أيوة. وممكن ده نسميه محاربات روحية. لكن الدرجة الثانية إن أنا أصدق الكذبة وأفتح باب، أول ما أفتح باب يبقى هو جوايا فهو مخوفني. تالت درجة ان هو ياخد يعني ان هو ياخد حيز اكبر. حيز اكبر. أيوة. احنا شفنا الاجتماع الاخير السبت اللي فات ان الناس اللي خرج من عليها ارواح نجسة دخلوا الاجتماع زينا بالظبط. أيوة. وسبحوا ورفعوا ايدهم في التسبيح وحضروا الوعظة وما فيش اي مشاكل، والشياطين قاعدة معانا رجل على رجل ما فيش اي مشكلة. أيوة. وقت ما جينا نصلي الشفاءات والاخراج شياطين، ده الوقت اللي اتحط عليهم ضغط، عرفوا انك هتطلع يعني هتطلع، لان هو الشيطان يبتدي يبان على حياته في النور الحقيقي بالظبط. ولكن ممكن او يكون زي مجنون جدرين عليه ارواح لاجئون، ولكن لما يشوف السيد المسيح يركض ويكثو ويسجد امامه. فعلا، يعني كان لسه ليه اراده، كان ممكن يجري بعيد عن المسيح، كان ممكن يجري في الناحيه المعاكسه، لكن هو جري للمسيح ولذلك اخرج. كل انسان عليه روح نجسه بيبقى لسه ليه اراده وعايز يتحرر ومدرك ان هو مش عايز يبقى كده، ولذلك خصوصا لو سلم حياته للمسيح، خصوصا فهو ملك للمسيح، هو ابن للمسيح. فعلا. فهو مخصص للمسيح، ولكن هو لانه فاتح ابواب كتيره جدا لعدو الخير، فعدو الخير بياتي ويمكث وياخد يسلب الاراده فيديله روح ممكن نجاسة، ممكن يديلك روح ان انت عايز تنتحر، ان انت فاقد الامل في الحياة، ان انت ممكن بنشوف كتير جدا ناس مثليين الايام دي. أيوة. ان يقولك انا اخترت كده، انا هعيش مثلي، انا مش هختار ان اعيش زي ارادة ربنا، وهي دي ارادة ربنا لحياتي، وانا مختلف، وانا الجينات عندي مختلفة. ويبتدوا يبرروا موقفهم ليه، لان دي ارواح نجسة بتبقى بتضايقهم حتى لو هو ابن للمسيح. وانا ابتدي اجي واحط عليه الضغط واقول له اقبل المسيح، اقبل الرب واقبل المسيح، وهو يبقى مش طايقني ومش طايق الكلام ده. لاني انا نفسي مش مدركه هو محتاج تحرير. أيه. هو محتاج تحرير من الارواح دي علشان يقدر ان هو يقبل المسيح. والجميل جدا ان انت بتقولي محتاج تحرير، احنا لما نيجي نشوف الانجيل ان الشفاء في شفاء من خلال التحرير طبعا، وده شفاء النفس اللي هو اصعب جدا من شفاء الجسد. بس اللي هو الجسد احنا بنشوف لما مثلا دراعي مكسور او مش قادر او عندي فشل في الكبد او الكلى او اي ضعف في اي عضو في الجسم، فده بيبقى واضح في تحاليل، في اشعاعات، في يعني كل اشياء موجودة في الطب، هو ده الدليل القاطع. ولكن لما بتبقى النفس بقى محتاجة شفاء وتحرير، لان الانسان ده بيجي بيقول له يا رب انا خاطي ارحمني، انا بقبل عملك، انا ابنك النهاردة، وممكن يروح يعترف وممكن يروح يتعمد بعد كده وممكن يتناول ويستمر في، ولكن في جروح جواه، في ان هو مربط من ابليس وما كسرش ان هو ابليس ده يخرج خارجا ولا يعود. مش بس يخرج، ولكن الكتاب بيقول لنا انه يخرج ويمتلئ المكان، يمتلئ البيت بالروح القدس. فاحنا موافقين ان ممكن ناس كتيره سلمت حياتها للمسيح ولكن لسه متضايقه من ارواح نجسه، متضايقه بالنسب متفاوته. انا ما بقولش ان الانسان ده ملبوس يعني مسلوب الاراده، لا، ولكن الانسان ده بيبقى متضايق وابليس بيبقى يعني متضايق جدا وعايز يرجع تاني، يبقى هو السيد اللي على قلبه ويبقى هو اللي ماسك عقله واللي هو مسيطر على حياته بالكليه. فالانسان ده ما يبتدي يتحرر ويبتدي ياخد يتبع السيد وقلبه يسكن فيه روح القدس ويصرخ يا بابا انت ابويا الذي في السماوات، ويعني ويحس بمعنى هذه الكلمة، ابليس بيبقى شرس جدا في مقاومته ويخرج بالارادة. قد ايه ربنا بيحترم ارادتي وارادتك. المسيح ما بيخش قلب اي حد الا لما بيقول ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب. اذا مين اللي يفتح الباب؟ انا اللي افتح الباب. أمين. فانا ارادتي مهمة. أيوة. زي ما انا بفتح الباب لرب المجد وبدخله، انا لازم بارادتي برضو اطرد اي روح ضد المسيح واجيب الروح دي ان هي تكون فعلا تحت ارادة المسيح.
فعلا في ناس كتيره بتقول طب ما انا ما اقبل المسيح او ابقى مؤمن او مختلف الطوائف ليها عادات معينه او عقائد معينه، ده المفروض يحصل اوتوماتيك. عايز اقول لك لا، لان انت ليك اراده، والله إلهنا الذي نعبده هو الحرية المطلقة، هو لا يغتصب حريتك ولكن يعطيك هذه الحرية عشان أنت بإرادتك تقول له يا رب تعالى وحررني. ودي فرصتك وفرصتك. احنا هنشوف دلوقتي البرومو اللي معانا، اللي احنا ازاي لما روحنا مهرجان النفس والجسد والروح، ازاي ربنا فعلا تراءى في عالم الظلمة والسحر، وشفنا ناس دجالين وناس سحرة بيجوا يسلموا حياتهم للمسيح ويقولوا ان لا، اللي احنا اختبرناه فيكم وفي الخدمة ده اللي فينا، اللي هو الارواح النجسة عجزت وتكثوا فعلا امام روح المسيح الروح القدس، كل ركبة ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. وهنشوف أيضا إزاي إن في معجزة هنشوفها دلوقتي بعد الفاصل على طول بعد ما نطلع دلوقتي، إن إزاي ربنا أول واحد مقعد. أمين. وأنا عايز أشجعك، ممكن أنت تكون مقعد في مكانك. يسوع قال لهم اذهبوا ما تقعدوش، يسوع قال لهم وفيما أنتم ذاهبون، يسوع قال لهم هو إله اللي كان يجول، يعني ما كانش يقعد أبدا. فأنت ممكن تكون مقعد فعلا جسديا، ولكن كتير جدا من أحبائنا اللي بيشاهدونا النهاردة مقعدين نفسيا وروحيا أيضا. فأنا عايز أشجعك لما تشوف الاختبار ده اتشجع اتحرك، يمكن ربنا يستأمنك بكلمة بسيطة لجارك لواحد صاحبك، فائد الامل في الحياه ممكن تكون حاجه بسيطه جدا انت بتستقل بيها، ولكن انا عايز اقول لك ان الرب يؤيد كل كلمه، كلماته لا ترجع فارغه ولكن تاتي بثمر. فتشجع، تعالوا نشوف مع بعض، ابقوا معنا.
And so, what did it cause from? I had a fall and had the cerebellum at the base of my head. زي ما شايفين ان جون ميلور معانا هو هيلينج ايفانجلست في استراليا وفي ست متقدمه قدامه رجليها هي مش حاسه بيها اعاقه في مؤخره العقل بتاعي الراس بتاعتي وسببت لي شلل But I'd stop taking those. But just can we reach out to her? تقول إنها بتاخد مسكنات. Can we do a favor? I love seeing that a lady 43 years get delivered like that. Come on, I love seeing their faces. Let's just pray for her right now, church. Now don't when I pray for you, just relax. Think about shoes or chocolate. بيقول لها إنك اهدي خالص. ربنا دلوقتي روح القدس هيجي ويلمسك. The pains, where is it? No pain is where. بتقول له ان انا في الم شديد جدا وباخد مسكنات قويه جدا زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي فبيصلي لها دلوقتي بيحط ايديه بوضع اليد هو بيصلي بيدعو روح الله ان يجي عليها وبينتهر اي وجع عليها بروح مرض زي ما احنا شايفين ان هي بتحرك رجليها وهو بيدعو ان الكنيسه كلها تصلي معاه لان عمل الله كله من خلال الكنيسه حتى لو ربنا بيختار انسان ليه مواهب شفاء ولكن يشترك جميع المؤمنين في الصلاة ودلوقتي بيقوموها زي ما احنا شايفين على الشاشة وفي خادم كمان بيصلي معاها هو بينتهر المرض اللي عليها وبيأمر ان المرض يذهب من عليها لان له سلطان على المرض بيقول لها انت حاسه بايه دلوقتي تقول انا حاسه بقوه المسيح لسه بيسندوها طبعا هي مش قادره تمشي بقالها فتره مقعده وزي ما احنا شايفين ماسك ايديها وبيحاول تاخد خطوه خطوه زي الاطفال لما بيبتدوا يمشوا عشان بقالها مده على الكرسي بيقول لها ان انت ما كنتيش تقدري تتحركي وكان عندها الام مبرحه جدا والاطباء قالوا لها ان عندك فرصه اقل من 10% انك تمشي تاني ودلوقتي حتى كل تقولها على القدمين بتاعها وبتاخد خطوه وبتمشي بتقول ان انا مش هاخد المورفين تاني اللي هو المسكن وهو قوي جدا وابتدى يصلي لها زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي تاني ودلوقتي اهو المشي اتحسن وابتدت تمشي اكتر دلوقتي ماشيه لوحديها زي ما احنا شايفين على الشاشه وزي ما احنا شايفين ان الايمان يزداد لان عمل الله معلن في كنيسته الحيه دلوقتي زي ما احنا شايفين ان هي بتمشي لوحدها بدون اي مساعده
I'm ever walking again. But they don't know about the Jesus factor. بتقول إن هي ما كانش عندها أمل إنها تمشي تاني. Someone better than the greatest doctor on this planet. His name is Jesus. بيقول لها إن هو الطبيب الأعظم اسمه يسوع المسيح. الطبيب الأعظم هو اللي شفاكي. إنه بيرجع المجد كله ليسوع المسيح. وزي ما احنا شايفين ان محبة الله تقتحم القلب لان بيقول ان المسيح هو الحياة الذي تأتي في الاجساد الميتة وبتقول انا مش هاخد المورفين تاني مش هاخد المسكنات تاني وزي ما احنا شايفين على الشاشة هي ماشية بسرعة غير الأول خالص لأن روح الشفاء روح الرب لمسها وزي ما شايفين بتجري دلوقتي وبيصلي معاها من أجل الامتلاء من الروح القدس اهلا بيكم اعزائي المشاهدين متابعين معاكم برنامجكم اشفيني عبر بث مباشر من شاشات الكرمة سيدني استراليا زي ما شفنا ان اختبار شفاء حي وياما ناس مقعدين روحيا ونفسيا وجسديا ايضا ولكن كل املهم ان خلاص ربنا يمكن ارادته كده في حياتي وما بياخدوش الخطوة احنا مش بنقول ان احنا نتذمر على ربنا ولكن احنا بنقول ان الهنا يستطيع الشفاء الجسدي ايضا اقل من 10% ان انت تمشي أيوة. اقل من 10% فرصه ان انت تمشي لكن هي صدقت وجات ده كان مؤتمر لشفاء او اجتماع شفاء أيوة. وجات للمباشر كان هنا في استراليا واتقدمت بكل ايمان وقامت وروحت بيتها ماشيه وحالتها ممتازه جدا وزي ما شفنا مراحل الشفاء يعني ان زي روح الله بيجي يلمس الانسان تبتدي تحس ده انا رجلي ابتدى الاحساس يرجع فيها الشعور يرجع تاني ان انا بحس برجلي حس باعضائي وتبتدي هي تتشجع ويبتدي المؤمنين كلهم يصلوا ولما يصلوا روح الله ينسكب بكثافة اكتر وده اللي حصل في يوحنا 3 لما جه صلوا على مفلوج بيت الجميل ما قامش جري في الاول بيقول الاول ان كعباه اتشددت أيوه. وبعد كده ابتدى وبعد كده يعني يمشي وبعد كده يجري وبعد كده يتنطط فده بيحصل لان العضلات بقى لها مدة ما تحركتش لكن الفكرة كلها ان الغير مستطاع لدى الناس مستطاع لدى الله أمين. حتى لو الاطباء ادولك تقرير انت حاسس ان هو صعب الهك هو الوحيد اللي اتقال عليه الشافي انا الرب شافي. أمين وهو شافي النهاردة يقدر أن يشفيك من مرضك حتى لو أنت مقعد معانا النهاردة وقاعد بتتفرج وتقول يا رب يمكن أنا حطيتك على جنب وقلت كفاية كده أنا عايز أقول لك هو إحنا بنشكر الرب في كل حين فعلا ونشكره حتى في ظروفنا الصعبة ولكن هو الشافي أيضا لأن هو شفاء دي طبيعته هو مش بيغير طبيعته أبدا لأن هو زي ما هو الله محبة هو الله الشافي أيضا فهو النهاردة يستطيع أن يلمسك هو دفع ثمن شفاك هو دفع ثمن خلاصك وخطيتك فالنهاردة أنت ما تحدش ربنا من عمله ولكن النهاردة احنا بنتكلم أيضا على أعمال الشعوذة والسحر وإزاي أن الرب يستطيع النهاردة أنه يحررك ويكسر من عليك كل نير وضعه إبليس لأن إبليس يضع نير على أعناق المؤمنين خصوصا يمكن الناس اللي بعيدة عن ربنا وغير مؤمنة يمكن هم تايهين في العالم ومش بيعملوا في ملكوت الله ولكن النهاردة ناس كتير جدا جوه كنائس واجتماعات وخدمات وغير محررة عندها قيود والقيود دي جاية من إبليس مش من روح الله ويمكن فكر كتير بيقول لا أصلا أنا سلمت حياتي المسيح أنا مؤمن أنا الروح النجس ده ملوش أي سلطان فعلا هو لا يمتلكك ولكن يضايقك فعلا والنهارده في اسم الرب يسوع احنا بنصلي منه زي ما حصل في يعني الحلقات اللي فاتت
ان لو في البيت حجاب، لو في البيت اي نوع من السحر النهارده في اسم الرب يسوع يتحرق في الوقت دوت، في وقت ما احنا على الهوا ان احنا ناخد قرار، لان احنا يعني احنا مهمين جدا، ارادتنا مهمه جدا. ربنا مش هيقدر يحررك الا لما انت بقرارات نفسك تجيب السحر ده، تجيب الحجاب ده وتحرقه. وهو النور الحقيقي وحده. يعني يسوع في يوحنا 8:12 قال لهم كده: ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا وقال لهم: انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمه، ويقول كده بل يكون له نور الحياه. ليك انت نور الحياه النهارده. وما قالش كده بس عن نفسه، ولكن جه في متى 5 وقال انتم نور، يعني العالم. انتم نور العالم، انت نور المسيح فيك يكون نور للعالم. ففي ناس كتير تقول لا اصل المواهب وروح القدس، وزي انسان يقف ويصلي الانسان كده او انسان على مقعده وده هياخد مجد باطل. عايز اقول لك لان هو النور الحقيقي، عشان كده هو دعاك ان تكون انت نور العالم. يقول لا يخفى هذا النور، لا يوضع تحت مكيال، بل يوضع على المناره فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس. أمين. لكي يروا اعمالكم الصالحه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. هو اللي قال كده، هو اللي عايز كده، لان احنا ما نحطش نفسنا في الصوره ابدا. هو الذي يعمل الان من خلال المسحاء الذين على الارض لكي نكون مشابهين صوره ابنه. فما فيش خوف، ما فيش خوف. والمسيح قال هذه الآية تتبع المؤمنين. أيوة. اول حاجه يخرجون شياطين باسمي. وقت السيد المسيح ما كان على الارض كان في شياطين كتيره جدا كان هو بيخرجها. هل الشياطين دي النهارده تابت؟ الشياطين دي لسه موجوده. طب احنا النهارده وبيخشوا الاجتماعات وبيتبسطوا جدا في التسبيح، على فكره هم ما بيطلعوش الا لما يتحط عليهم ضغط ان هم يطلعوا حقيقي. النور اول ما يبتدي يبان فهم بيهربوا فعلا. هم ما بيقدروش يستحملوا النور دوت. لكن احنا قلبنا يا مينا ان كتير من ولاد ربنا النهارده يتحرروا، لان ما ينفعش ان انا اقول ان انا في المسيح واكون انا عندي اكتئاب. المسيح ما كانش عنده اكتئاب. المسيح هو روح الفرح جدا، هو روح الفرح، الروح القدس، محبه، فرح، سلام. ازاي انا النهارده اقول ان انا بقيت ملك ليسوع وسلمت ليه حياتي وانا الفرح ده مش باين عليا؟ اذا انا فتحت باب لابليس. وناس كثيره بتقول القاب او اشياء، يعني عبارات، وتقول انا مؤمن، انا سلمت حياتي، انا ممتلئ بالروح. عايز اقول لك ان من ثمارهم يعرفونهم. انت ممكن تقول اللي انت عايزه، ولكن فين ثمر الروح؟ فين الثمار اللي المسيح مستأمنها فيك؟ يمكن انت راعي النهارده تسمعنا، يمكن انت مستأمن على خدمة. عايز اقول لك ان هو اللي قال كده ان تأتون بثمر كثير، بهذا يتمجد ابي فتكونون لي تلاميذي. هو ده وعد ربنا لينا السنة اللي فاتت، اتكلمنا في اول السنة خالص، واحنا الحلقة دي يعني الاسبوع جاي يكون بقالنا سنة بنعمل البرنامج ده. والسنة اللي فاتت دي احنا شفنا حاجات خارقة للطبيعة، يمكن حاجات احنا لو كان ربنا قال لنا عليها كناش هنصدقها من سنة قبل كده، لا يمكن كنا نصدقه. يعني مش هنتخيل، لان احنا مش عشان مش بنصدق ربنا، بس لان حاجة فوق الطبيعي بالنسبة لنا فعلا. ولو انا يعني متأكدة ان انا اليه يقدر يعمل كل حاجة، هو الرب الشافي بجد، انا مش هدور على مراكز طاقة. وده اللي احنا بنقول عليه النهاردة. أيوة. ان مصر وامريكا واستراليا اتملت. احنا عندنا في استراليا مفيش حي واحد مفهوش مركز طاقة. أيوة. وبيتسمى باسماء كتيرة جدا، في اللي بيسموه energy channeling، في بيسموه رايكي هيلينج، مليون ثيرابيوتيك تاتش، حتى في مصر بيتسمى بشفاء الريكي او شفاء بالالوان او شفاء بذبذبات معينه. وكل ده مرتبط بعبادات تانية بالاديان البوذيه والهندوس. أيوة. واحنا بنروح للاماكن دي كمسيحيين علشان احنا يعني يرجع لينا طاقه. ولذلك احنا مين عاملين الحلقه ديت النهارده، علشان ما ينفعش ان انا ادرك ابليس عنده قوه وانا لازم اكون مدركه ده، لكن الهي عنده قوه اكبر من ابليس. عشان كده احنا اتكلمنا جامد على لما فرعون وموسى دخلوا لهارون، قصدي هارون لما دخل قدام لفرعون. فرعون أيوه.
اللي حصل؟ العصايه بتاعته اصبحت تعبان، فرعون ما سكتش، راح جاب سحره مصر وعملوا نفس المعجزه بالظبط. لكن في اخر القصه بنشوف ان هارون التعبان بتاعه اكل تعابين السحره. فانا ما اقدرش يا مينا، انا الحقيقية. بشوف مسيحيين كتير عايشين في بابل بنسميها بالونه، انا بس وانا في المسيح وانا مخلص. لا، في بره ناس مسيحيين كتير بتهلك ومش مدركه القوه اللي في المسيح بتاعتها. وفعلا وتعبيرات كتير نقولها، اهم حاجه خلص نفسك، اهم حاجه انت، واهم حاجه اسرتك، وعيش كده في سلام وامشي جنب الحيط وربنا معاك. عايز اقول لكم المسيحيه الايمان الحقيقي عكس كل الموارثات اللي احنا توارثناها يمكن من البيئه اللي احنا نشأنا فيها والالفاظ اللي احنا بنتلفظها حتى على انفسنا وعلى عائلتنا وعلى اولادنا، ان ما ينفعش ابدا الانسان المسيحي قال انتم لستم من العالم ولكن انا اصلي ان ايه ما تاخدهمش من العالم ولكن هم يكونوا في العالم عشان يكونوا ملح، يكونوا نور المسيح، يكونوا مدينة ملجأ، يكونوا على جبل عالي. احنا هنبتدي ناخد الاتصالات بتاعتكم، مرحبين بيكم ان انتوا تبعتوا لنا على الويب سايت اللي على البرنامج على الكارما، وتبعتوا لنا ان احنا كل طلبة وكل صلاة نتحد بيها فريق العمل. وفعلا ربنا مشجعنا باختبارات حية وفعالة فعلا وجميلة جدا ان عمل الله يستعلن في كنيسته. معنا اختنا سميرة من سوريا على الفايبر. الو الو، سلام المسيح معكم. سلام المسيح اختي، تفضلي انت على الهوا. انا حبيت اشهد لعمل الرب. الاربعاء الماضي صليت انا واخوي تحت الهوا من اجل شفاء سامي العيد. ايوه، كان محتاج لعمليه وكثير صعبه كانت. ايوه، فكرينا معلش. صليت مع نعم، كانت عمليه ايه؟ كانت عملية تسلخ أبهر كامل. أيوة، وكانت صعبة كتير هون نعملها، فنقلنا على لبنان والحمد لله يعني تمت بنجاح باسم يسوع المسيح اللي هو ساعدنا. أمين أمين، نشكر الرب أن هو بيأيد العمل، ونشكر الرب ان ايده قبل ايد الاطباء، ونشكر الرب ان هو الشافي والطبيب الاعظم. اشكرك من اجل تشجيعك واتصالك بينا عشان نشجع اخواتنا اللي هم ممكن يكونوا بيمروا بنفس المرحلة دي، بس يمكن يكونوا مقعدين زي ما احنا شفنا الست اللي هي تصللها وقامت من على الويل تشير اللي هو الكرسي المتحرك اللي هي قاعدة عليه، لان ناس كتير للأسف قاعدين في مكانهم، ولكن يسوع المسيح بيقول لنا اذهبوا فيما انتم ذاهبون، ان انتم اتحركوا انا اتحرك معاكم. وكان الله يؤيد العمل بالايات التابعه للمؤمنين. احنا مش بنجري ورا ايات وعجائب، ولكن الطبيعي ان الانسان المؤمن الايات بتتبعه، ان ده عمل الله اللي هو عادي جدا. اخويا محتاج، اختي محتاجه، بنصلي مع بعض بكل ايمان والله يتمجد وياتي بشفاء وياتي بتحرير. دي فرصتك، دي فرصتك النهاردة. هل تقبل ده؟ يمكن يكون ده صعب لتفكيرك، يمكن يكون صعب للمدرسة اللي انت بتتبعها او الطائفة اللي انت بتتبعها، ولكن عايز اقول لك مش هتخسر حاجة. احسن ما تعيش في التألم اللي انت فيه، وان في ارتباط بارواح نجاسة، ممكن ارواح تكون مأيداك، ممكن تكون ارواح سلبة ارادتك، ممكن يكون ارواح سرقة الفرح اللي فيك، ولكن النهاردة يكون لك تحرير في اسم يسوع. أمين، في اسم الرب يسوع. إلهنا عظيم يستطيع أمين. كل شيء ولا يعثر عليه أمر. أمين. معنا أختنا دينا من سيدني. ألو ألو أيوة، تفضلي أختي أنت على الهواء. أيوة Thank you حبيبي، بس عاوزة طلبة صلاة نصلي معاكم عشان ما عاوزة ربنا يقول لي قصده بحياته ايه، انه اثمن مشيئته. فانا عاوزة بحاول على ابني في عائلة وفاميلي، كن بترانك تو عاوزة بايبي فصلي سنين، فهقول له خلاص ما فيش مراجعات، ما فيش فلوس حصرف ولا دواء ولا حاجة. وانا عاوزة تقول لي انه انت، بحس انه هو بيقول لي خلاص بطلي، انه السنة الجاية انه حبدي حياة جديدة يعني أمين. معاه ممكن عاوزني حاجة معينة، فأنا
فكل مره بطلب صلاه مع ناس كتير، ناس بتصلي لي من كنائس كتيره، ناس اصدقاء، وانتم كمان بكتب لكم دايما. بس اليوم انا في حاجه على قلبي بتقول لي انه انا عاوزه اصلي معاكم في حاجه معينه ربنا هيكلمني فيها اليوم الايام اللي جايه. امين في اسم الرب يسوع. اشكرك من اجل اتصالك. أمين. ان احنا هنتحد معاكي في صلاه، والرب لما نيجي نصلي في اخر البرنامج توقع كده ان الرب هيدي ايفون وهي بتصلي كلمه خاصه ليكي، فانت اقبليها بفرح وصدقيها واطلبيها من الرب وتمسكي بوعوده، لان هو النعم والامين، وعوده دايما لبنائنا، دايما لفرحنا، ودايما لخيرنا. فاشكرك من اجل اتصالك، واشكرك من اجل ايمانك ايضا. الرب معاكي. امين. امين. ان احنا مكملين، ان الهنا ده اله السلام نفسه بالزبط. يحفظ. ودايما يعني بنقول العلاج البديل او الطاقه او الطاقه الحيويه او الطب الشرقي القديم، كل الاشياء دي للاسف لان كنيسه الله ما فيهاش زي ما احنا قلنا، ما بنشوفش معجزات كده على طول. يعني بيحصل ممكن في بعض الكنائس او بعض الاجتماعات، ولكن مش ده الطبيعي. وكان ده الطبيعي في خدمة المسيح، الشفاء والتحرير 30% من خدمته أكتر في الأناجيل، لما بنشوف إن المسيح كان يقول كان ده الطبيعي بالنسبة له. وكمان يا مينا مؤمنين كتير لسه في مرحلة محو الأمية، لسه في مرحلة إن أنا مش عارفة مواعيد الكتاب ليا، أنا ماليش علاقة قوية جدا بكتاب الله، أو حتى الآيات اللي أنا بقراها بقول أهو آية من الآيات، لا الآية دي ربنا بيديها لي أنا. أيوة. زي ما أنت لسه ذاكر 2 تسالونيكي 5 يقول وإله السلام نفسه هو يقدسكم بالتمام. أيوة. ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة. يعني معنى كده مين اللي بيجيب توازن ما بين الروح والنفس والجسد؟ أيوة. هو الله نفسه. إله السلام نفسه. هو. إبليس احنا عارفين انه سارق وكذاب. فبياخد المبادئ المسيحية وبيتكلم ليه كلام يعني جميل جدا، ان انت رايح مركز الطاقة وبيقولك انت تعبان النهاردة علشان انت في خلل ما بين التوازن ما بين الروح والنفس، وانت بتقول واو ده كلام يعني فعلا ده انا حصل لي وحصل لي وحصل لي. لكن انا عايز اقول لك ان الهك مخزنه مليانه، ان هو الوحيد اللي اتكتب عنه انا الرب الشافي. فمين ده اللي يجيب توازن؟ مفيش حد اللي هو اتكتب عنه هنا اله السلام نفسه. هو ده اللي يقدس روحك ويقدس جسدك ويقدس نفسك، والقداسه دي فيه هو بتجيب توازن، فبتديني انا طاقه المسيح، ذهن المسيح، فكر المسيح. أمين. قوة المسيح. أمين. مفيش شفاء بره المسيح يسوع أبدا. أمين. كلام جميل يا إيفون. عايزين نكمل، ولكن معنا أختنا الدنيا على الفايبر من ميلبورن. ألو ألو مساء الخير. مساء النور أختي، تفضلي أنت على الهواء. شكرا، ربنا يبارككم على هذا البرنامج الرائع. شكرا ليكي. ونصلي أنه الرب يتمم كل شيء، شفاء الشفاء بالرب يسوع المسيح. امين امين. انا بصلي بطلب صلي من اجل اختي فاديه. ايوه. مريضه بالسرطان. ايوه. ومن اجل عائلتها كمان، انه هي كتير كتير تعبانه. ايوه. امين. ربنا يبارككم. وبصلي من اجل العراق ومصر. امين. انه الرب يتمم سلام في كل العالم. امين اختي، نشكرك ونتحد معاكي ان الرب اله السلام نفسه هو اللي يحفظ العالم العربي. أمين. كله، ويحفظ كل خليقته. أمين. لان هي على شبهه ومثال على صورته الحقيقية، فان الرب يرجع هذه الصورة ما سلبه ابليس. أمين. يرجع بيد الرب القدير بواسطة الروح القدس النهاردة يعمل بقوة في وسط المؤمنين، في كل واحد اتحد بروح المسيح فهو في جسد المسيح وهو الرأس. اشكرك. أمين. من اجل اتصالك واتحدي معنا. الرب يسوع. شكرا ليكي اختي. امين. شكرا ليكي. هنصلي من اجل اختنا فادية عشان ربنا مشجعنا النهاردة بس سمعنا يعني خبرين ان اتنين كانوا قدموا طلبات صلاة وكان سرطان والرب شفاهم. امين. فالله يعمل ويعمل بقوة، لان في كتير جدا ناس لأول ما يسمعوا سرطان او لما يجي لهم مرض يقولوا ده مرض العصر انا مش هقدر، ولكن عايز اقول لك ان الرب اعلى واقوى
من كل سرطان. النهاردة يمكن انت تسمعني وعايز تاخد خطوة ومقعد، والشيطان ممكن او عدو الخير، او انت ابن الرب بقالك مدة فما بتؤمنش بكده، عايز اقول لك لا، هو الذي يعطيك روح اليقظة، روح الذي اقام يسوع من الاموات بعد ما قال اكمل، ان هو يقيم كل مائد فيك في اسم يسوع. امين. والآية الجميلة دي يا مينة مش بتتكلم عن ان ربنا بيدي توازن ما بين الروح والنفس والجسد لفترة واحدة ولا أيوة. سنة واحدة، ده بيقول كده هو تحفظ كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع. أمين. يعني لغاية مجيء المسيح هو اللي قادر، هو نفسه هو اللي قادر يهتم شخصيا، يهتم ويحفظ ويجدد الذهن. عشان كده رسول بولس ليكن لكم ذهن المسيح، وفكر المسيح. ان هو مش بس بيغير القلب ويزيب ويسيب الذهن دوت، زي كمان ما بيقول في روميا تغيروا عن اشكالكم بتجديد اذهانكم. مين اللي يقدر يعمل ده؟ مين اللي يجيب توازن ما بين الروح والنفس والجسد؟ مين اللي يقدر يشيل الخلل ده كله ويطرد ابليس واعماله ويجيب تحرير؟ مفيش الا واحد، اسمه يسوع المسيح إله السلام نفسه. يقول يعني في كمان يمين نوع تاني من العلاج، يقول العلاج بالالوان ده. أيوة. ده نوع تاني من المراكز دوت، يعني بيقول ان في ذبذبات معينه بالوان معينه، انك انت لما تقعد مده تحت اللون الاخضر فانت كده بتشوف الطبيعه وده بيجيب راحه، او لما تقعد تحت اللون الازرق، والكلام ده كله الناس بيدفعوا له ملايين فعلا، زي ما شفنا في المهرجان اللي رحنا زي ما شفنا وخدمنا هناك 4 ايام، وكان الله يستعلن بقوه لدرجه ان فريق العمل كله كان واثق ان اي حد بيتصلى له ان الله يتراءى لي. ليه؟ لان احنا كنا مع مملكه ابليس ضد وضد، واحنا عارفين ان مملكه الله انتصر، هو الذي معاه مفاتيح الهويه والموت، هو الذي اكمل العمل وأعطانا هذا السلطان. كل الذين قبلوه أعطاهم السلطان، إنهم سلطان إيه؟ أولاد الله، إنهم في حرية أولاد الله، إنهم في سلطان الملك، لأنه هو الذي أعطى هذا السلطان لكل من يؤمن، كل من يقبل. فإحنا النهاردة مش بنقول إن إحنا ده ربنا عايز كل الكنيسة تتحرك، كل واحد، كل المؤمنين يأكل الضعيف بطل، إن هو أنا قوي بطل، وإن في خطورة جامدة إن أنا أروح مراكز وأصدق إني أنا كلي على بعضي خلايا مكونة، لإني أنا لما بعمل كده بشيل التصميم من ربنا. لما جه ربنا خلق الإنسان خلقه على شبهه ومثاله، وقال له إن أنت على حياتك دعوة. أمين. وإنك أنت مبارك فيا، وأنا في صورتك من البطن، وأنت ابني، أنا دعوتك باسمك. فلما أنا أجي أقول إني أنا كلي على بعضي، حبة خلايا محطوطة مع بعض، يعني معنى كده ان انا حذفت ان ربنا دوت معايا، حذفت ان ربنا ده مش اخر حاجة المسيح قالها قبل الصعود، قال لهم ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر. لما انا اقول انا كلي على بعضي حبة خلايا، يبقى انا ولا حاجة، بنكر وجوده، وبقى انا بنكر وجوده. ازاي انكر وجوده وهو اللي عمل كل ده من اجلي انا؟ امين. معنا تليفونات كتير، ولكن معنا اختنا نورة من مصر. الو 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 يا اخي مينا، اهلا بيكي اختي، اتفضلي انت على الهوا. ايوه انا يعني طلبت تلبس صالة علشان انا رجلي اتكسرت من 9 اسابيع، وعملت عملية مسامير وحطوا لي جبس وشريحة، لكن انا ما زلت لحد دلوقتي بعرج ومش قادرة امشي مستقيما ولا قادرة اخرج، ورجلي لسه توجعني، وانا واثقة ان الرب يسوع بفضل صلواتكم ان انا اقوم وامشي تاني في اسم وانا واثق ان الرب يلمسك النهاردة ويكون يكون ليكي شفاء، وهتتصلي بينا وتقولي ان الرب تمجد في حياتك. انا عايزك تعملي حاجة بسيطة واحنا أمين. بنصلي، تحط ايدك أمين. على رجلك، وان الرب هيستخدم ده، ان دي حركة ايمانية بسيطة جدا ان الرب يتمجد من خلالها بواسطة الروح القدس. اشكرك من اجل اتصالك، واتحدي معانا في الصلاة في اخر البرنامج ان الرب يتمجد ويشفيكي كاملا. شكرا ليكي، ربنا يبارككم. شكرا ليكي اختي نوره. معنا اختنا سلوى من العراق على الفايبر. الو مرحبا دكتور مينا، مرحبا بيكي اختي، اتفضلي انت على الهوا. انا من العراق سلوى، اهلا بيكي اختي. كلمتك الاسبوع قبل الماضي لما بشرتكم بالتحاليل،
أيوة دكتور مينا، أنا هسه عندي ابني الوسطاني كثير بيخاف، يعني خاف جدا من حاله، يكون قاعد ويعيط. أيوة. يقول أشوف موت بعيني. أشوف. ويصيح كلش خايف. اسمه مانويل. خايف. مانويل. وأريد تصلي على موت أمي، عندها تحاليل كلوي ومشان أولادي. دكتور مينا، هاليوم كنت نايمة الصبح. أيوة. الشيء جاني مثل صوت ينبهني يقول لي اقري سفر التكوين. ايوه. فالشيء جاني مثل الصوت. دكتور مينا، انا من نوع من اقرا انجيل اكون عطشانه، ما شبعانه من قراءه الانجيل، اقرا بعمق، اصلي. امين. وكل اللي يقرا كلمه ربنا يجوع اكثر. تفضلي اختي. دائما صلاه وترانيم بحلمي، دائما احلام الصلاه بحلمي. امين. بس اشكر الله اني يعني من نوع الصلاه. بس عارفه اختي سلوى، لازم ناخد موقف ضد ابليس، ان جميل ان احنا في محضر ربنا واحنا بنتلذذ بحضوره، وان هو فعلا دسمه بيملانا، وان هو بيهيئ قدامنا مائده، وكل ده جميل جدا. ولكن في وقت للمحاربه، في وقت ان انا برش دم المسيح بالايمان على اولادي، وبقول ان هم تحت هذا الدم وعلامه الدم، لان هو اللي يفصل بيننا ومملكه ابليس. فان المهلك ده او عدو الخير يرى الدم فيعبر عنا، لان هو اعطانا هذا المثل في العهد القديم زي ما قلنا في سفر الخروج قبل كده، ان كان الدم ده هو علامه الخلاص للشعب المختار. فانت النهارده بالنسبه للمانيول، ان احنا واحنا بنصلي قولي كده ان انا برش دم المسيح عليه، انه ما يكونش فيه خوف ولا اضطراب ولا اي وجع ولا اي سلبية على حياته، ولكن يكون تحت علامة هذا الدم مفدي، ويكون ايضا في صحة جيدة، وعشان المهلك لا يدركه ابدا. ورش الدم ده في البيت وعلى كل شيء، كل شيء انت بتعمليه، او عيلتك او اسرتك او اصدقائك، ان هذا الدم دم ازلي. ان بطرس الرسول يقول مرشوشة قلوبنا، ان ده دم معروف سبق الازمنة، قبل الازمنة الدهرية، ان هو يسوع المسيح فداء ابدي لينا. اشكرك من اجل اتصالك. امين يا ابون. ان احنا بنقول دلوقتي، طب ايه اللي حصل؟ ربنا كان وصيته صريحة جدا، ان موسى لما كتب في تثنية 18 هو كلم وقال ايه؟ بيقول كده هوت، يعني هم خلاص التثنية دوت يمينة يعتبر سفر التثنية كله، وعظات اخر وعظات لموسى قبل وفاته، فهو بيوصيهم للارض اللي هم هيخشوا فيها. فبيقول لهم كده في تثنية 18 من 9 ل 13، يقول لهم متى دخلت الارض التي يعطيك الرب اليهك؟ لا تتعلم أن تفعل مثل ركس أولئك الأمم. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانة أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك، تكون كاملا لدي لدى الرب إلهك. أيوة. فابتدى يديهم لستة أن كل اللي يعمل الكلام ده مكروه لدى الرب. بحزن جدا لما اشوف ناس مسيحيين في المسيح ولسه بيلبسوا العين، ولسه بيقولوا المس الخشب او حط ايدك على الخشب، كل الكلام ده مكروه لدى الرب. فهنبتدي باول حاجة، ايه هي عمل العرافة؟ عمل العرافة ان انسان يدعي ان هو يعرف علم الغيب ويحاول يعرفه في الحظ والمستقبل. ايه رأيك ان مسيحيين كتير بيصحوا الصبح واول حاجة بيجيبوا الجورنان وبيقروا الابراج؟ ايوه. وبيعيشوا بده، يكون في مشروع هو عايز يعمله، وبدل ما اقعد امام الله في حضرة الله واسمع الكتاب المقدس وصوت الله فيا، لا انا اروح اصحى الصبح وبفنجان القهوة اروح شاي في الابراج، واول ما برجي بيقول لي انت حظك النهارده حلو اروح اخش في المشروع. ايوه. وخلص القهوه اقلب الفنجان واقرا الفنجان، ابتدي اقرا الفنجان، وانا اقول كده اخذت الصباحيه بتاعتي، وبدل ما اقعد خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها وهي تعلم اين اذهب، ويعرف ان اين اذهب يعني ايه، ان دي مشيئه الرب، ان هو الراعي الصالح،
ان هو الراعي الصالح اللي احنا خرافه تتبعه، اللي هو حيثما يذهب، اللي هو روح الله النهارده اللي تقول له يا رب يا روح الله انت اي حته انت عايزني فيها فانا متاح ليك. النهارده انت بتكلمني والرب بيكلم ناس قاعدين معانا النهارده، ان احنا بنشترك احنا في سيدني استراليا، وانت ممكن تكون في اي حته في العالم، ولكن احنا بنشترك مع بعض في روح المسيح الواحد، ان هو بيكلمنا. ربنا مش اوهام، ربنا مش يمكن، ربنا حقيقه، ربنا شافي، ربنا يتلامس معك ومعك الان. فما يكونش احنا قاعدين بنقول حلو قوي عرافه انا عايز اعرف الغيب، ده ربنا اوصى موسى ان الحاجات دي لا تتعلمها، لا تفعل، دي ارجاس، يعني اشياء غير لائقه بشعب الله المختار، نجسه، اشياء نجسه. وبنشوف دايما ان الملك داوود قبل ما كان يتحرك وقبل ما يحارب اي مملكه تانية، يقول الكتاب ان كان يرجع ويقعد في حضره الله ويقول له يا رب احارب فلسطين ولا ما احاربش، لدرجه مره الله. ربنا اداله علامه، مره ربنا قال له اني انا هتحرك امامك، ولما تشوف الشجر بيتحرك من فوق اعرف اني انا حضوري جه. موسى قبل ما يتحرك قال له ان لم يكن حضورك امامي انا مش هتحرك، تذهب امامنا. وبنشوف الكلام ده، ان لو انا النهارده بقول ان انا ملك ربنا يبقى انا ما اقدرش ابقى اصحى الصبح واشوف البرج واللي البرج بيقول لي عليه والله اعلم. امين. معانا اختنا سميره وهنكمل. فضل. اختنا سهير من مصر على الفايبر. الو. ايوه انا معاك. ايوه اتفضلي يا اختي، انت على الهوا، معاكي مينا. مساء، صباح الخير. صباح النور، اتفضلي. انا طالبه صلاه بس من اجلي، عشان عندي مشكله في وداني. ايوه، في وداني الشمال ما بسمعش بيها كويسه. ايوه، وعايزه صلاه من اجل اخويا امين. امين عنده فيروس سي، عنده فيروس، وطلب من اجل مراته عندها روماتويد. اسم مراته نانسي. وعايزه اطلب من اجل بنتي، اسم بنتي داليا، عندها اكتئاب. امين، هنصلي من اجل امين ونانسي وداليا، وهنصلي لك من اجل الاذن اليسرى، ان الرب يلمسك بلمسه شفاء وكوني فعلا في صحه جيده. اشكرك من اجل اتصالك. امين يا ابونا. احنا كنا بنتكلم ان الانسان المسيحي الحقيقي النهارده ان هو مفتوح على الروح القدس، ان روح الله يتكلم في اذنه، انه يهمس في قلبه. وبدام هو ماشي بامانه مع ربنا يبقى عارف ان روميا 8:28 هتتحقق في حياته. امين. ان كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. كل الاشياء بدام انا ماشي في ارادته. لكن الحاجة التانية، عائف. يعني ايه عائف؟ عائف ان انا حاطط لنفسي علامات معينة، ان انا لو ماشي بالليل وطلعت لي قطة سودة يبقى انا حظي يعني وحش. لو انا قاعد اتشائم واتفائل واقعد احط لي حاجات، بدام دي حصلت، بدام الدنيا مطرت وانا رايح اقدم على شغل يبقى الشغلانة دي من ربنا. لكن لو الدنيا ما مطرتش يبقى دي مش من ربنا. أيوة. مين قال الكلام ده؟ الكلام ده كله الانجيل بيقول عليه ريكس. التفاؤل. ايه هو؟ نفس الحكاية، اني انا لو كوباية اتكسرت اقول ايه؟ والكلام ده مسيحيين يا جماعة بيقولوه، اخدت الشر وطارت. شر ايه اللي اخدته؟ احنا كل آلة صورت ضدنا انكسرت اساسا. المسيح في الصليب اشهر ابليس، يبقى شر ايه اللي خدته؟ انا ما فيش شر يقدر يجي جنبي لاني انا في المسيح يسوع، محمية بالدم. انا محمية بدم الحمل. انا واقفه وما فيش شكايه عليا اصلا. اذا لا شيء من الدينونه الان لمين؟ للذين هم بالحقيقه في المسيح يسوع. امين امين. احنا عايزين نكمل ولكن هناخد فاصل، هنطلع نصلي مع بعض. يمكن انت النهارده بتقول الكلام ده جميل جدا بس ازاي انا اطبقه؟ عايز اقول لك سهل جدا ازاي تطبقه، ان انت تفتح قلبك النهارده واحنا بنرنم الترنيمه الجايه دي، تقول له يا رب انا عايز انك بدم الحمل اكسر كل فعل عرافه
او عيافة او سحر او دجل او شعوذة او فنجان او ابراج او اي شيء، او علاج بالالوان بالطاقة، اي علاج مش منك انت، مش من ايدك انت، انا عايز النهاردة اني اتحرر منه. تعال نصلي مع بعض، وهنصلي في اخر الحلقة ان كل واحد فينا ينال الشفاء من يد الاله القدير. ابقوا معنا. يمكن عندك أسئلة كتيرة بتقول ليه يا رب؟ ليه تعديني في الأمر الصعب ده؟ ليه تمنع عني الأمر ده؟ ليه ليه ليه؟ عندنا أسئلة كتيرة قوي. مش أحسن يا رب تخليها سهلة وقاعدين بنفكر إحنا اللي عايزين نخطط لربنا إزاي يعمل الخطة بتاعته؟ أنا عايز أقول لك، مرة واحد قال لناس في اجتماع، قال لهم نفسكم يكون واحد كل واحد ربنا يعمل معاه معجزة؟ فكلهم رفعوا أيديهم. قال لهم طب بصوا، مفيش معجزة بدون مصيبة أو أمر مستحيل. مين يحب يكون عنده ربنا يعمل معاه معجزة؟ عدد قليل رفع إيديه. وده الغريب، عايزين معجزة في حياتنا بدون أن نتعرض لمستحيل. لا يوجد معجزة بدون مستحيل. بس عايز أقول لك على حاجة، إذا عداني في صحراء يفتح لي ينبوع في صخرة، وإذا اشتدت مجاعة يبعث خبزي ويا الورى، لأنه إله أمين. توقع معجزة من الله حتى لو بتمر بأمور صعبة جدا، إله المعجزات موجود وحي وقادر. يفتح لي ينبوع في صخرة، وإذا اشتدت مجاعة يبعت خبزي ويا الغراب. إلهي صخر الجنود لا ينعس لا ينام، قدام الكل واضح في النور زي الظلام، والقدرة في وحده.
أعزائي المشاهدين متابعين معاكم برنامجكم إشفيني عبر بث مباشر من شاشات الكارما سيدني أستراليا. إن إحنا بنتكلم النهاردة إن في شفاء بيكون مزيف من مملكة إبليس وناس كثيرة بتلجأ له للأسف، لأن كنيسة الله أو الناس المؤمنين الناس اللي هم ممتلئين بروح الله بيكونوا لسه كامنين قاعدين مقعدين، ولكن ربنا بيكلمنا النهاردة إن إحنا نذهب نصنع مشيئته، أعماله اللي هو قال تعملون أعظم منها وأكثر منها، هيعملها إزاي؟ لأنه بواسطة الروح القدس الذي يعمل في المؤمنين، فما يكونش كلام سلبي عليك أو إن أنت فاهم إن لا ده يبقى كبرياء أو ده يبقى سوء فهم للكتاب المقدس، عايز أقول لك لأن هو العامل فالمجد بيرجع ليه. إحنا كنا بنشرح من تثنية 18 إن إزاي ربنا أوصاهم وموسى من خلاله أوصاهم أيضاً إن إزاي لما يخشوا ما يعملوش ركس الأمم، ما يبقوش مشابهين للأمم الذين سكنوا الأرض. أمين أمين. وتكلمنا عن العائف، والحاجة تانية السحر. السحر مختلف إن هو بيتعامل مع الشياطين دايركت مباشر على طول، لكن في آية 11 وآية 12 يرقي رقية، وهو إن الإنسان يردد صلاة معينة ولا كلمات معينة لعدة مرات ويفتكر إن دي بتجلب الشفاء. أيوه. والنهاردة بنشوف الكلام دوت على طول، يعني ناس بتقعد تبعته الناس لما تردد الصلاة دي 15 مرة ولا تبعتها 15 واحد فأنت هتبتدي إن الشفاء يجي. هذا الكلام ده على الفيسبوك كتير. الكلام ده على الفيسبوك وشائع جدا وشائع ما بين المسيحيين كتير جدا. ما فيش شفاء إلا من خلال الرب الشافي، هو اللي قال إن طلبتم شيئا باسمي إياه أفعله. أمين. ويقول أو تابع الإنسان اللي الأرواح النجسة بتتبعه، ودوت إحنا بنشوف الكلام ده في أعمال 16 لما الرسول بولس راح وتعرف على ليديا بيعة الأرجوان، وجي بعد كده يروحوا لمكان الصلاة وكان في بنت عندها روح العرافة واخرج منها الروح دوت انتهرها، وفي تلك الساعة يقول خرج منها. امين. والمدينة لما بنخرج الشياطين او ربنا بيكون يستخدمنا لشفاءات وتحرير، اوعى تفتكر ان الشيطان هيقف يسقف لك. فعلا. ولكن انت لو جندي في مملكة الرب، انت النهاردة في جيش الملك المنتصر، فان انت محارب وملكش اي اختيار تاني، فانت النهاردة تشدد بقوة شدتي. معانا النهاردة أختنا فيبي على الفايبر. ألو أختي فيبي، أنت على الفايبر، تفضلي. ألو. أيوة. طب معلش حاولي تتصلي تاني، يمكن يكون الشبكة ضعيفة عشان حضرتك تكلمي على الفايبر. معانا أختنا أليس على التليفون. مساء الخير. مساء النور. اوكي. انا أليس،
انا عايزه اذا ممكن تصلوا لي علشان ابني اسمه أليك، عمره 25 داخل على 26 سنه. أيوة. وهو عنده مرض الانفصام بالشخصيه. ايوه. وعنده كآبه وما عندوش رغبه في عمل اي شيء. أمين. لا يدرس ولا يعمل ودائما ضايع تايح. ايوه. يعني ما عنده تركيز باي شيء. امين. اذا ممكن تصلوا لي يا تصلوا علشانه اذا ممكن. امين. تفضلي اختي. ايوه كنت يعني. بتقولي نصلي لك كمان؟ اذا ممكن يعني اذا ممكن احسن. مهتمة بابنك أليكس واشكرك ان انت مهتمة بيه، وانا عايزك حاجة بس تبقي انت، يمكن احنا هنبتدي معاكي صلاة النهاردة وان احنا نتحد بروح المسيح الواحد، ولكن انا عايزك ان انت كمان كل يوم كل يوم تضعيه امام الرب، تصحي الصبح كده تقولي يا رب انا برش دمك عليه، انا بعلن وجودك في حياته، انا بعلن ان وجودك اعظم من الانفصام في الشخصية، انا المرض ده ممكن يكون متوارث، ممكن يكون في العيلة، ممكن يكون مر بظروف معينة سببت له، ممكن يكون حاجة ان البالانس في جسمه مش الهرمونات. فانا عايز اقولك حاجة ان كتير جدا بيكون الحل في ايده، هو ايد رب الارباب، الرب الشافي، ان هو النهاردة يلمس اخونا أليكس بشفاء، وانا عايزك ان انت تتحدي معانا في تحرير أليكس باسم يسوع المسيح. اشكرك من اجل اتصالك. معانا عفت من مصر. الو اخويا عفت اتفضل انت على الهوا. الو الاخت عفت. الو. ايوه انا معاك. ايوه اتفضلي انا معاكي سامعك. انا عايزاك تصلي من اجل ابني اسامة في امريكا. ايوه. انا عفت اسحاق من مصر. ايوه سامعك اتفضلي. هنصلي من اجل اسامة. زرع نخاع، فبنصلي ان هو ربنا يتمجد معاه. ايوه. لانه بياخد علاج لاخر الشهر، ان ربنا يعمل معاه معجزة. امين في اسم يسوع يعمل معاه معجزة ويلمسه. انا واثقه فيه ان هو هيوصل له. ايوه طبعا، واحنا واثقين معاكي وعايزينك تتحدي معانا في صلاه. شكرا ليكي اختي عفت. امين. معانا اختنا فيبي رجعت ولا لسه؟ حاولي تتصلي تاني اخت فيبي واحنا هنكمل ومنتظرينك على الخط. امين يا بون. فنحن بنقول ان كل الاشياء اللي يعني الرب وضح لشعبه انه ما يكونوش كباقي الامم وما تعلمش من الامم التانية. والنهاردة احنا يمكن عايشين في استراليا او في امريكا او في مصر وبنحب نتعلم، يعني بنروح مثلا المولز ونشوف المراكز ديت ونقول الواحد برضو بيتعلم. الواحد نجرب. نجرب يعني ما فيهاش حاجة، هما مش ضدنا في اي تعليم. أيوة. هما وان انا اسلم نفسي الابليس واخش المكان ده واطلع بروح اكتئاب واطلع بروح انتحار واكون انا عملت بالظبط اللي ربنا قال لي ما تعملوش. أيوة. وانا بعمل كده لان غير مدركة اني انا الهي كنوزه مليانة قادر على كل شيء، وقال لو طلبتوا اي حاجة باسمي أي شيء انا هعملها. انا جيت لتكن لكم حياة وليكن لكم. انا مش ناقص حاجة، انا ما عنديش نقص في اي حاجة. فاحنا خارجين برا ليه؟ والكلام ده مينا بنشوفه في اخبار الايام الاولى في اصحاح 10 وعدد 13 يقول كده هوت. فمات شاول بخيانته التي بها خان الرب من خلال كلام الرب الذي لم يحفظه، وايضا لاجل طلبته الى الجان للسؤال ولم يسال من الرب فاماته وحول المملكه الى داود ابن يسى. فبنشوف في المقطع دوت ان الفلسطينيين كانوا هجموا على اسرائيل، وكان في الوقت ده ربنا زعلان من شاول وكان روح الله فارق شاول. أيوة. فعمل ايه؟
روح استشار الجان واستشار الجان وقال لها طلعي لي روح صمويل. واحنا عارفين ان الروح اللي طلعت دي كانت روح كاذبه اساسا، ضلال، وكانت روح ضلال. وابتدى يقول لها ان ربنا فارقني وانت صمويل، طب قول لي اعمل ايه. واحنا عارفين ان الروح ده زي ما احنا قلنا مين، روح ضلال. لكن يذكر هنا ان ربنا رفضه للحاجتين دول، والحاجتين اللي تسموا دول اولا خيانته مع ربنا، تاني حاجة ان هو راح استشار الجن. فقد ايه ربنا بيحزن وقد ايه ربنا بيزعل ان يكون هو اللي عنده الحلول لكل مشكلة، الجواب، ان هو الاله اللي مليان حلول، اللي قال انا 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 اللي انتوا عايزينه انا اكون هنا، هو اللي قال لموسى احيا الذي احيا، انا الرب الذي انا هو، انت عايزني محبة انا محبة، عايزني سلام فيا السلام اللي يزي فوق كل شيء، عايزني حياة انا جيت عشان تكون ليك حياة، عايزني شفاء انا الرب الشافي، ليه سايبني ورايح لمصادر برة خاطئة؟ ايه الفكرة في كده؟ الفكرة ان الناس بتخاف، وانت بتشاهدني النهاردة وانت قاعدة معانا النهاردة يمكن تكوني مرعوبة من الكلام ده، يمكن تكوني الناس دي بتتكلم يمكن ما شافوش الحاجات دي. عايز اقولك ان الهنا اقوى، ده مش كلام، يا ما كتر الكلام في هذه الازمنة، يا ما ناس بتوعظ عن الحاجات دي ولكن ناس ما بتشوفش الحاجات دي يمكن كتير. انا عايز اقولك النهاردة ان بقوة روح المسيح، الروح الأزلي، الروح القدس الذي أقام يسوع، هو الذي يقيم النهاردة، هو الذي يعطيك النهاردة انفراجة، يعطيك أنك تكسر كل ربط إبليس من على حياتك. إذا كانت دي وصية الله في العهد القديم، كم وكم النهاردة في عهد مكرس بدم الحمل، أنه طريق شقه الحجاب انشق نصين، دخلنا معاه الى قدس اقداس بجرأة، بقى لينا جرأة وقدوم ان احنا مش باعمالنا ولكن برحمته ونعمته ان احنا بنخش ونكون في محضره النهاردة، ان هو حاطت ايده ماتت ايده بالبركة علينا، ان النهاردة ما يكونش لينا الفكر القديم بتاع العهد القديم، ان النهاردة احنا بنخاف. لا، انا عايز اقولك النهاردة ان انت ليك حياة وليك أفضل في يسوع المسيح. معنا مكالمة أخيرة هناخدها، بنت الرب من سيدني. ألو ألو. أيوة تفضلي أختي، أنت على الهوى. أنا علاء بنت الرب. ألو مرحبا، أهلا بيك، تفضلي، معك مينا. أهلا بيك. يعني أنا بس اتصلت بيكم عشان أرجو صلاة من أجل ابني أندرو. أندرو 10 سنوات. أيوة أندرو عمره 10 سنين، شوية صعب بيتكلم، صعب يلفظ الكلام. أيوة النطق تبعه، النطق يعني بطيء. أيوة صعب. أمين، هنصلي من أجل أندرو إن الرب يفك لسانه ويحط كلامه كمان على لسانه، فإن إحنا مش بس إنه يفك لسانه ولكن يحط كلامه، ويكون أندرو فعلا متفوه كلام الملك، إن هو يعطيه من الروح القدس إن هو يملأ قلبه ويتفوه يتكلم على لسان أندرو في اسم يسوع المسيح. أشكرك بنت الرب من أجل اتصالك، عشان وقت الحلقة النهاردة يقولون إن إحنا عايزين ندي موجز كده سريع. احنا مرينا بالثلاث حلقات اللي فاتوا، يعني النهاردة والحلقتين اللي فاتوا دول اتكلمنا ان في شفاءات مزيفة كتير وللأسف بتتزايد مع مجيء الرب في اخر الايام، الايام الاخيرة، ان احنا في الايام الاخيرة، ولكن احنا النهاردة عايزين ان نطبق الكلام اللي احنا قلناه في الثلاث حلقات دول. امين. التطبيق الوحيد ان انا اكون في المسيح يسوع كاملة. امين. ومش بس كده، بعد ما ندي المسيح حياتي بالكامل اني انا اطرد ابليس من جوايا، وان انا اقول له ان انا بنتهرك، بنتهي روح الخوف، بنتهي روح الاكتئاب، اني انا مش بسمح ليك جوايا باي حاجه من الحاجات ديت، لكن انا فعلا كامله انا ملك للمسيح يسوع. المسيح قال للتلاميذ وفيما انتم ذاهبون اكرزوا قائلين ان ملكوت السماوات كان اقترب، واول حاجه قال لهم
اشفوا مرضى، طهروا برص، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين. يعني معنى كده ان لو انت مؤمن وبقالك مدة مؤمن، قول يا رب انا عايز دوت يكون ليا انا النهاردة. لان يقول هذه الآية تتبع المؤمنين، لو بجد انت مؤمن في المسيح يسوع انت ليك سلطان على الارواح النجسة، ليك سلطان ان انت تكون حر تماما وتحرر اخواتك اللي حواليك، ليك سلطان مش بس تصلي للمرض لكن انك انت في اسم الرب يسوع تشفي. مش انت الشافي لكن المسيح بيستخدمك كإناء مختار. أمين. ويشفي من خلالك انت. امين. طب يلا نصلي عشان وقت البرنامج. أمين. لو انت حاولت تتصل ما قدرتش تخش، اسكب نفسك امامه، هو الشافي. ايوه احنا بنتحد بكل الاسامي اللي اتصلوا بينا، ولكن هو الذي يشفيك ويشفيكي الان. نصلي باسم يسوع المسيح. امين. امين. يا رب انا بشكرك لان رب كلمتك بتقول ان اجتمع اتنين يا رب باسمي تكون انت في الوسط. يا رب انا بباركك النهارده في اسم الرب يسوع. نباركك لانك انت هو البركه وكلمتك يا ربي انت هو الحياه اللي بتقولها انا ذا واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي. يمكن النهارده اعظم شفاء انت النهارده ممكن تحصل عليه، انك شفاء الروح الان، ان رب المجد يجي جوه قلبك. قول يا رب انا، قول الكلمات البسيطه دي معايا، قول يا رب انا بفتح باب قلبي الان يا سيد الرب. ايوه يا رب اغفر ليا كل ذنوبي. يا رب مصدق انك انت مت على الصليب من اجلي. أيوة انا مصدق ان انت حبتني محبه ابديه. أيوة يا رب النهارده انا بسلم ليك حياتي. أيوة بالكامل. امتلك كل شيء يا رب النهارده، نكسر كل عداء كل ربط ابليس. ان كنت صليت الكلام البسيط ده معايا من كل قلبك، خد هذه الخطوه بإيمان. ثق ان رب المجد دخل قلبك. شكرا ليك. ثق ان هو هيبتدي يشتغل معاك. شكرا ليك يا رب النهارده لاني شايفه اولادك يا رب حول العالم بيتحدوا يا رب معانا انا ومينا، وبيحطوا رب نفسهم امامك. اشكرك يا سيد الرب على الولاده الجديده. اشكرك يا سيد على سماعك للصلاه. يا رب بحط امامك كل الطلبات اللي جات لنا على الويب سايت. أيوة يا رب كل الطلبات اللي جات على الفايبر. يا رب كل الناس اللي بتحاول تتصل دلوقتي ومش قادره تخش، يا رب كل الاسماء اللي قدامي، وبقول لك اباركك لانك انت عارفهم اسم باسم. شكرا لك. وانت رب عارف الاحتياج، وانت رب اللي قادر تسدد. اشكرك لاني مخازنك مليانه، وكلمتك رب بتقول انك انت الرب الشافي. اباركك لانك كنت بتقول تصنع خير وتشفي كل من تسلط عليه ابليس. شكراً. انك انت ليك سلطان على المرض، ليك سلطان على ابليس يا سيد الرب، ليك سلطان على الخطيه. يا رب بحط كل ولادك قدامك. بذكر يا رب ام ايهاب، كانسر يا رب في المخ، في العناية المركزة، في المراحل الأخيرة. لكن أباركك لأنك أنت بتيجي في الهزيع يا رب الأخير، وأنت يا رب بتصنع عجبا. شكرا. تعال في اسمك اسم يسوع النهاردة وزورها يا رب في العناية المركزة. وفرحنا يا رب بشفائها. بحط يا ربي كلاسة يا رب بين بنتك يا ربي بين إيديك. ضربات القلب بتقول سريعه وتعبانه جدا جديدة. تعالى يا سيد الرب حط ايدك على قلبها. تعالى يا رب اديها سلام في اسم الرب يسوع. تعالى يا رب مليها منك انت. بصلي يا رب في راسي يا رب يقول وجع شديد في الظهر. يا رب بطلب منك ان ايدك تتحط عليه الان. ايدك الان في اسم الرب يسوع. تلمس الالم دوت يا رب، يشعر بسخونه يا رب، برعش في العظام يا رب. روح الالم بنتكلم ليك باسم الرب يسوع انك انت تغادر الجسد الان. بنشكرك يا رب لان الروح دي بتخضع للسلطان المسلم لينا في المسيح يسوع. مريم بتصلي يا رب الانجاب. بصلي في اسم الرب يسوع بانفتاح للرحم دوت الان. أمين. استقبلي اختي كلمه من رب المجد انه هيعمل عمل عجيب. اباركك يا ربي. ميرفت بتقول اربع غضاريف، بتقول يا ربي مرض جامد جدا عندها وفلو يا ربي بقاله فترات يا ربي ما زالش من الجسد. تعالى في اسم الرب يسوع يا ربي اول مناعه اللي عندها جديدة. في اسم الرب يسوع يا رب الغضاريف يا رب اللي في الظهر حط ايدك عليهم يا رب.
واحد ورا التاني ورا التالت ولا الربع. في اسم الرب يسوع يا رب انا بباركك لاني لاسم يسوع بتسجد كل ركبه, بيسجد كل الم, بيسجد كل مرض. شكرا انا ليك. بشكرك لاني اسمك عالي يا سيد الرب, ليس اسم يسوع اسم اخر تحت السماء به ينبغي ان نخلص او ان نشفى. يا رب بحط دينا قدامك, عايزه يا رب تعرف قصدك يا رب. النهارده انا بصلي انها تطلبك وتطلب امتلاء الروح القدس. ايوه سيد روح يا رب القوه, روح الاعلان, روح المسحه يا رب انت اللي قلت عليها المسحه اللي فيكم تعلمكم كل شيء, الروح اللي انت قلت عليه يرشدكم ويذكركم بكل ما قلت لكم. روح الحق بصلي انه ينسكب يا سيد عليها الان بجوع جديد, ان يا ربي مستنيره عيون اذهانها عشان تبتدي يا رب تسمع صوتك زي ما قلت خرافي تسمع صوتي, فتبتدي يا رب علاقتها بيك تكون مش من ناحيتها هي بس, لكن تسمع صوت الروح القدس بيتكلم ليها. شكرا ليك يا سيد الرب. فادي يا رب بصلي سرطان في اسم الرب يسوع, بنتهي الروح السرطان, كل خلية سرطانية في اسم الرب يسوع تخضع ليك يا سيد الرب. انا بباركك لاني اسمك فوق كل رياسة, فوق كل سلطان رب, فوق كل اسم يسمى, ليس في هذا الظهر فقط بل في كل الأزمنة الجاية. تعالى في اسم الرب يسوع الخلايا تتبدل يا رب, احنا وعلى الهوى لمسة يا رب من عندك انت. بصلي بإيمان, بصلي بثقة. نورة يا سيد بتقول ان عندها ربي عملت عملية, عندها مسامير يا سيد في العظام لكن عندها ألام ومش قادرة تتحرك, كانت بتبكي بنتك. انا بباركك لانك انت يا رب بتزيل كل دمعة. تعال عليها قوة في العظام الآن, رعش يا سيد رب في العظام كل روح ألم يا رب, زي ما شفنا في الاختبار احنا بنتكلم ليها بقوة الروح القدس ان هي تغادر الجسد الآن في اسم الرب يسوع. اختي استلمي شفا, استلمي شفا من راسك لرجليك في اسم الرب يسوع. ابتدي تحركي, ابتدي تحركي بإيمان, خدي خطوة بالإيمان. قولوا له يا رب أنا بشكرك لأنك شافتني, أنا بشكرك لأن كلمتك أمينة وكلمتك صادقة, وأنت نزلت يا سيد الرب أمس واليوم وإلى الأبد. إيماني يا ربي برب بحطه قدامك, بيقول يا رب ان عنده روح خوف. إيمانويل لو انت بتصلي معايا قول يا ربي املك على حياتي الان, تعال عليك عليا بسلطان أمين. كامل قول انا بسلم نفسي ليك يا سيد الرب, قوله دمك بيغطيني, برش دمك عليا بالايمان. وبعد كده قول كل روح خوف جوايا انا بأمرها باسم الرب يسوع ان تغادرني. قول الكلام ده بسلطان, قول الكلام ده بثقة. كل روح شك يا رب, كل روح انتحار, كل روح اكتئاب يا رب عليه أمين. احنا بنكسرها بقوة الرب يسوع الان يا رب. سهير بتقول مشكلة في الاذان, يا ربي حط ايدك اختي على ودانك في اسم يسوع يا ربي, تعال عليها بشفة كامل الان يا سيد. امين يا ربي. فيروس سي بنيجي ضده دلوقتي, تعال يا ربي بشفة كامل على ابنك. ننسى يا ربي روماتويد أثرايتس في اسم يسوع, تعالى ومد ايدك بشفة كامل يا ربي. داليا روح الاكتئاب اختي اعملي نفس الموضوع, قولوا في اسم الرب يسوع كل روح اكتئاب تغادرني الان. أليكس انفصام في الشخصية وروح اكتئاب, يا سيد بنيجي ضد ده دلوقتي. شكرا لك, تعالى يا رب وديله يا رب فعلا ان هو يكون جديد وكامل يا سيد الرب. وسامة بحطه قدامك. أندر يا رب بيقول صعب في التكلم, تعالى يا سيد الرب النهاردة وفك لسانه بقوة من عندك انت. أباركك لأنك ما زلت تصنع المعجزات. أمين أمين. نشكركم أعزائي المشاهدين, لو صليت معنا ثق أن إلهنا يستجيب ويستجيب الصلاة بنار النهاردة. أن كل واحد, لأن كلمة الرب بتقول لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. النهاردة قلبك يكون معاه, نفسك تكون معاه, جسدك أيضا لشفاء. الاجتماع الجاي هيكون يوم 6/12, هيكون باللغة العربية الساعة 7 واللغة الإنجليزية الساعة 5. إن احنا الأسبوع الجاي من بكرة احنا رايحين رحلة تبشيرية إلى كمبوديا, وهيكون في توقف عن البرنامج لمدة أسبوعين.
ان احنا رايحين في وسط ناس فعلا في احتياج شديد جدا لعمل الله، وعمل الله يتزايد بقوة الروح القدس. نشكركم لحسن مشاهدتكم ومتابعتكم معنا. الرب معكم. لمسة شفاء، لمسة حياة.